إصداره من الفيفا المركز ال44، هل يليق بمنتخب مصر من وجهة نظر حضرتك؟ اهلا بك اولا يا شيما، اهلا وبعدين بحضرتك. عايز اركز على حاجه. يمكن انا في الايام الماضيه كنت حتى طلعت كده تقرير بالنقاط المتوقعه لمنتخب مصر بعد التصنيف ده، وانا كنت سبقت كل الدنيا وقلت فيه ان احنا هنحتفظ بالمركز السادس ومش هنقدر نصعد المركز الخامس بالرغم من فوزنا بالمباراتين في الجولتين الثالثه والرابعه لتصفيات المونديال على ليبيا وخساره نيجيريا احدى هاتين المباراتين امام افريقيا الوسطى، مفاجاه كبيره طبعا جدا. إن لاول مره شيماء احنا بنتكلم عن المركز 44، كنا نتقدم اربع مراكز من 48 لل 44، وقبلها كنا ال 52 وقبلها كنا ال 58، يعني كنا نتقدم، دي حاجه كويسه ودي حاجه ايجابيه. أكيد. لكن لاول مره دكتور طارق، خليني بس اسال حضرتك دلوقتي، اكيد المشاهدين يعني عندهم سؤال بيسالوا ازاي بيتم او ايه الاليه اللي بيتم بيها التصنيف الفيفا بالنسبه للمنتخبات، فممكن حضرتك سريعا كده تقول لنا؟ بصي انا هقولها سريعا لان هي موضوع معقد شويه، ممكن لو قعدنا نتكلم فيه ساعه مش هنخلص. هي معادله عباره عن معادلتين، كلتا المعادلتين معادلتين معقدتين شويه، لكن اهم شيء نعرف ايه هي العوامل اللي بيتوقف عليها التصنيف. اول عنصر عشان احسب النقاط دي بشوف النقاط بتاعتي قبل كده، يعني مثلا مصر عندها دلوقتي 1447 نقطه، اما تلعب الماتش الجاي ده النقاط اللي هتاخد يا اما هتاخدها يا اما هتتخصم منها هيكون بناء على ايه؟ على النقاط اللي عندها الاول. بنقول النقاط اللي عندها زائد ايه بقى؟ زائد معادله ثانيه بتبقى فيها عنصر اللي هو قيمه المباراه، وقيمه المباراه دي احد الحاجات اللي اتعدلت بشكل كبير جدا في الفيفا في الفتره الاخيره، لان قيمه المباراه توصل من خمس نقط للمباراه الوديه خارج الاجنده الدوليه، زي مثلا بطوله كاس العرب هتتحسب خارج الاجنده الدوليه بخمس نقاط، لو نفس المباراه الوديه دي اتلعبت في الاجنده الدوليه اخد عليها 10 نقاط، ثم بعد ذلك تصفيات كاس العالم زي اللي احنا بنلعبها دي المباراه ب 25 نقطه، يعني قد المباراه الوديه خارج الاجنده الدوليه خمس مرات، بعد كده لو نهائيات كاس الامم مثلا الافريقيه وانا بلعب في النهائيات في المجموعه ودور ال 16 دي تتحسب ب 35 نقطة. بداية من دور الثمانية ولغاية النهائي في البطولات القارية تتحسب ب 40 نقطة، ليه؟ لأن يقول لك إن بداية من دور الثمانية بتبقى المباريات أصعب، تحتاج تقييم أعلى. وبعدين نوصل لكأس العالم نفسه، وأنا بلعب في كأس العالم في المجموعة أو في أدوار ال 16 أو لغاية دور الثمانية، دي تتحسب ب 50 نقطة، أعلى مباراة في الدنيا كلها هي مباريات نهائيات كأس العالم بداية من دور الثمانية للنهائي. صحيح. ناخد عليها 60 نقطة. طيب دكتور طارق، دلوقتي الناس اللي بيسمعونا هيسالوا سؤال يعني هيطلع في دماغهم على طول، وحضرتك بتقول ان المباراه الوديه اللي خارج الاجنده الدوليه بخمس نقاط، طب هيسالوا ويقولوا لك طب ليه مثلا احنا ما بنعملش 20 مباراه وديه؟ ما هو ده سؤال هيطلع في دماغهم اكيد. ما هو بص بقى، ده سؤال وجيه جدا، عارفه ليه؟ الناس يمكن كانت تعلم ان في تصنيف قبل كده الفيفا كان اكثر تعقيدا. هو الفيفا بسط رغم ان المعادلتين صعبتين دلوقتي لحساب النقاط، لكن هو بسطها. من ضمن الحاجات المهمه جدا ان خلى اي مباراه انا هلعبها يا هاخد فيها نقاط يا هخسر نقاط. فانا هقول لك العنصر الاول في ان هي ان الموضوع مش بالبساطه دي. انا ممكن مثلا اقول ايه عشان اخد نقاط بقى، اروح ملاعب الجزائر وتونس، ما هي كل ما كان تصنيف الفريق بعيد اخد نقاط اقل. يعني انا لو بلاعب مثلا بلجيكا اللي هي اول دي اخد نقاط اكتر بكتير من لو لعبت مثلا اريتريا اللي هي ال 150 على العالم. لا يعني ايه فارق بين ان انا اخد نقاط اما باخد بلاعب فرقه كبيره باخد نقاط كتير، اما بلاعب فرقه صغيره باخد نقاط قليله. صحيح. وهقول لك دي ليه. فانا لو ممكن انا مثلا اقول العب 10 مباريات مثلا، اروح خسران خمسه منهم، يبقى انا فقدت نقاط مش كسبت. يعني انا ممكن العب مثلا في الحاله دي انا بفقد نقاط، بفقد عن كل يعني هزيمه في مباراه وديه بفقد نقاط، بفقد نقاط. يعني انا ممكن انا بحاول ان انا اكسب نقاط اروح لاعب مباريات دوليه. صحيح. قويه بدعوى ان انا عايز اكسب نقاط اروح خسران نقاط. دي حاجه. الحاجه الثانيه برضو، احنا عندنا مثلا بطوله كاس العرب، عندنا بطوله كاس العرب دي عباره عن بطوله ما كانتش بتتحسب قبل كده في التصنيف الدولي، لكن بما ان الفيفا هو اللي منظمها فهتدخل ضمن التصنيف. بس هتخش ضمن التصنيف ازاي؟ انها مباريات وديه وبره الاجنده الدوليه، فالنقاط بتاعتها هي الاضعف. يعني اللي هم خمس نقاط، اللي هم خمس نقاط. حتى لو عايز مثلا انا هلاعب مصر هتلاعب في المجموعه السودان ولبنان والجزائر. السودان ولبنان هيديك نقاط ضعيفه جدا، يعني انا لو وصلت انا ونيجيريا فرق مثلا لسه 20 نقطه حتى وانا بلاعب الفريقين دول الضعاف وكسبتهم مش هاخد فيهم نقاط كتير لان دي فرق متاخره في التصنيف.
فهي الموضوع معقد جدا، مش بالسهل ومش بالسهوله ان انا اقول ايه اقعد العب في مباراه وديه كتير واروح خسرانها صحيح النقاط بشكل صحيح. طيب هل من الممكن ان احنا نشوف منتخبنا الوطني الاول في اول خمس منتخبات في افريقيا؟ هو ده اللي انا قلت لك عليه، الناس مش باصه ان احنا 44، احنا باصين ان احنا سادس افريقي، احنا عايزين نبقى في الخمسه الكبار عشان ان شاء الله في الدور الحاسم لتصفيات المونديال نلاعب فرق اهدى شويه. ناس كتير بيقولوا لي، انا بقول لك تعليقات الناس لان انا كتبت كتير عن الحكايه دي، ناس كتير بيقولوا لي في الشارع كده يقول لك ايه، طب انا اللي عايز يكسب ده، اللي عايز يوصل كاس العالم يكسب اي فريق. ايوه اي نعم ان انا اكسب اي فريق، لكن هل انا اما لاعب مثلا فريق زي السنغال او فريق زي الجزائر او فريق زي المغرب زي ما لاعب فرق بقى دلوقتي متصدره المجموعات زي مثلا اقول لك ايه المتصدر المجموعه العاشره في تصفيات المونديال تنزانيا، هل ألاعب السنغال أو الجزائر زي ما لعب تنزانيا؟ بالتأكيد لو بلعب تنزانيا فرصتي هتبقى أكتر من 70% في الوصول للمونديال، لكن لما لعب فرقة تقيلة أنا طبعا كل واحد وشطارته وإحنا عندنا منتخبنا نتمنى له كل الخير، لكن ما تضمنيش تفوز على المنتخبات القوية قوي دي زي ما أضمن أفوز على المنتخبات اللي هي الصغيرة أو متوسطة المستوى. صحيح. دكتور طارق الأدور بشكرك جدا طبعا على يعني كل التوضيحات اللي حضرتك قلتها لنا بالنسبة لمركز مصر أو تصنيف مصر اللي تم إصداره من الفيفا.